مشروع مراجعة الدستور في آخر مرحلة بعد تعليل المجلس الدستوري، ومختصون يؤكدون أن الخطوة الموالية ستكون إلى البرلمان. وفي النشرة رصد لمواقف الأحزاب السياسية. بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الوزير الأول غدا بأديس أبيبا للمشاركة في أشغال الدورة العادية 26 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي. دعم مرا يؤكد أن رؤساء الدول الأعضاء في قمة النفاق قد سجلوا باعتزاز مدى مساهمة الجزائر ورئيسها عبد العزيز بوتفليقة في النهوض بالقارة السمراء وتنميتها. القضاء على 4 إرهابيين إثر عملية نوعية للجيش الوطني الشعبي بمنطقة ولاد حميدة بعين الدفلة. تطويرا للخدمة العمومية، فتح المقر الجديد للمقاطعة الإدارية جانيت. وفي النشرة في قطاع السكن، أزيد من 2000 عائلة تستلم مفاتيح مساكنها الجديدة غدا عبر 8 مواقع بالعاصمة. تحية لكم والسلام عليكم. طبقا لأحكام الدستور ومنه المادة 176، أصدر المجلس الدستوري أمس رأيه المعلل بخصوص تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. المجلس صرح بأن مشروع التعديل لا يمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن والحريات، ولا يمس بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية. رأي المجلس الدستوري المعلل الذي تم تبليغه إلى رئيس الجمهورية سينشر في الجريدة الرسمية. آلية التعليل والطريقة التي تعرض بها وثيقة مشروع قانون مراجعة الدستور للمصادقة يفصل فيها طه بليدي. مراجعة الدستور تقطع شوطا هاما بإبلاغ المجلس الدستوري لرأيه المعلل إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. ما أصدره المجلس الدستوري هو بيان فقط، بيان يلخص فيه ما جاء في الرأي، رأي المعلل، لأن الرأي المعلل لم يطلع عليه لحد ساعة إلا رئيس الجمهورية، وكذلك هو موجود الآن على مستوى الأمانة العامة للحكومة لنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الرأي فيه حوالي 40 أو 50 ورقة صفحة. هذا معناه في لغة الدستور أنه المجلس الدستوري أذن أو أعطى الضوء الأخضر لرئيس الجمهورية لكي يمرر التعديلات الدستورية على أساس المادة 176، وهي عن طريق غرفته البرلمان فقط دون الذهاب إلى الاستفتاء. الآلية كيف تمت؟ أن المجلس الدستوري عين مقرر، قام المقرر بتقديم تقرير، ثم اجتمع التأم المجلس الدستوري بجميع أعضائه، تداول لمدة 8 أيام، هو يتداول في مختلف المواد التي مسها التعديل أو المواد المدخلة كمواد جديدة في الدستور. هذا الرأي المعلل وحيلة مع مشروع الدستور إلى السيد رئيس الجمهورية، ثم سيصدره كذلك المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية. المداولات الماراثونية التي انكب عليها المجلس الدستوري لثمانية أيام كاملة أفضت إلى استنتاج قانوني يتوافق مع المادة 176 من الدستور التي تستوجب إجراء قياسا بالعرف الدستوري، أي ما حصل في بمناسبة تعديل الدستور سنة 2002 وتعديل الدستور سنة 2008، فإننا نكون ربما أمام إتمام هذا الإجراء خلال الأسبوع القادم، لأن رئيس الجمهورية في سنة 2002 بمجرد ما المجلس الدستوري أبدى رأيه في المشروع استدعى البرلمان المناقض بغرفته في نفس اليوم، وفي سنة 2008 استدعى البرلمان في اليوم الموالي. لكن الملاحظ أنه في كلتا الحالتين فلما استدعى البرلمان كان للاجتماع في حدود 4 أيام، لهذا السبب اللي قلت ولا ربما يكون الموضوع هذا يفصل فيه خلال الأسبوع القادم إن شاء الله. الجدل السياسي يتضارب بين أهمية مرور التعديل عبر الاستفتاء الشعبي أو عبر البرلمان بغرفتيه، ولكن ما هي يا ترى القيمة القانونية لدستور يخضع لتصويت البرلمان؟ نفس القوة ونفس الحجية والعبرة كلها في النهاية بتمثيل الإرادة الشعبية، وبما أنه السيد رئيس الجمهورية طبق الدستور هو من مؤسس
دستوري فهو على غرار البرلمان يمثل إرادة شعبية. لهم نفس القيمة القانونية لأن الشعب يمارس سيادته أما بطريقة مباشرة عن طريق الاستفتاء أو يمارس هذه السيادة عن طريق منتخبية في البرلمان، أي نفس القيمة المادة 10 من الدستور تفصل في هذا الأمر. مشروع تعديل الدستور يتعزز إذن برأي معلل من المجلس الدستوري، وهو بالتأكيد يقربنا أكثر من صدور الوثيقة الأسمى للدولة الجزائرية. هذا وتباينت آراء ومواقف التشكيلات السياسية حول بيان المجلس الدستوري بخصوص وثيقة مراجعة الدستور. نحن في التجمع الوطني الديمقراطي نرحب بهذا الشيء. أولا أكد أن السيد رئيس الجمهورية في الإجراء لشابيه أكد على احترامه للدستور. أنا البعض قال علاش ما مشاش الاستفتاء. القاعدة الأولى اللي نص عليها الدستور في المواد تاعه 174 175 176 هي الذهاب للبرلمان، وفي هذه الحالة مهما كان الحال لازم يكون الذهاب للمجلس الدستوري. فالمجلس الدستوري درس الوثيقة من دون شك رايح يخرج الرأي تاعه بالتفصيل في الجريدة الرسمية ونطلع عليه، لكن من المنتظر أنه يوافق. لماذا؟ لأن مشروع الدستور جاء ثرى الحريات وجاء عزز الفصل ما بين السلطات وجاء ثبت أو كرس بقوة أكثر المبادئ والقيم تاع الشعب الجزائري. فنحن سعداء ونحن ليس مستغربون من هذا القرار. لم نجد غرابة يعني في الموقف تاع المجلس الدستوري. كنا نتمنى أن هذا الدستور يعني يحقق اختراق كبير في مجال الديمقراطية والحريات ولم يتحقق. وهنا أذكر نقطة واحدة فقط حتى لا نتفرح كثيرا في طبيعة النظام السياسي، يعني نحن كنا نتمنى أن يقع يعني نوع من التوازن، يعني وأن ننتقل من النظام الرئاسي المغلظ إلى نظام برلماني أو على الأقل شبه برلماني، تكون الحكومة مشكلة من الحزب الفائز يعني وجوبا. صيرورة تعديل الدستور لابد أن يمر بكل هذه الخطوات، فهو إجراء يندرج في إطار قوانين الجمهورية في إطار الإجراءات الدستورية كما قلت لك المنصوص عليها، وبالتالي ننظر إليه كإجراء طبيعي عادي في إطار استيفاء التعديل لكل الخطوات والإجراءات التي يجب أن يمر بها. يعني احنا حابين يكون الدستور دستور الجزائريين وليس دستور الأغلبية. صحيح رئيس الجمهورية والأغلبية الحاكمة من حقها تدير تعديل الدستور، لكن يبقى التعديل الأغلبية بمعنى الغد وتجي أغلبية أخرى ستعدل في الدستور. ولذلك لكن احنا حابين يكون تعديل باسم الشعب، تعديل من خلال استفتاء الشعب. هذا أنا ورأينا الدستور هذا يا الجديد هو في الحقيقة أحسن من غيره، لأنه أصبح يدعو إلى المؤسسات إلى العمل المؤسساتي اللي كان موجود. هذا القول على العمل المؤسساتي موجود في السابق لكن لم ينفذ بالطريقة السريعة. فنتمنى في هذا الدستور باش يكون حقيقة توجه إلى بناء الدولة المدنية الحقيقية. نحن مرتاحين بعد صدور رأي المجلس الدستوري، لنعتبره هو المحطة ما قبل الأخيرة في مشوار المصادقة على هذا المشروع الهام، مشروع تعديل الدستور. في حقيقة الأمر التعليل هو منطقي ويتماشى مع نص المادة 176 من الدستور، خاصة إذا شفنا بأن المبادئ العامة اللي تحكم المجتمع لم تمس بل تم تعزيزها. كما تبين لنا من خلال البيان الذي صدر عن المجلس الدستوري فيما يخص دستورية تعديل الدستور وثيقة الدستور، احنا لم يختلف عن رأينا يعني سابق، لأنه فعلا التمسنا في هذا التعديل أن الثوابت يعني الوطنية لم تمس في هذا التعديل، وبالتالي بدأ أنه يعني كان بيان منطقي جدا وعقلاني، فضلا على أن التعديل الدستوري وكما لاحظنا أن فيه إضافات بنسبة كبيرة. يعني ووثيقة مشروعية التعديل عززت لأول مرة في دساتير الجمهورية عززت حماية الدولة لحقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم، وهذا حفاظا على هويتهم وتوثيقا لروابطهم مع الأمة للمساهمة في تنمية وطنهم. أسمها المملي.
في توجه نحو تعزيز أكبر لحقوق أفراد الجالية الوطنية بالخارج وصون مصالحهم، تستكمل الجزائر جهودها في سبيل تقوية العلاقة بأبنائها في المهجر. وفي المادة 24 مكررة المقترحة رفع لهذا الالتزام. وهذه المادة لقت ارتياح واستحسان أبناء الجالية الجزائرية المقيمة خارج الوطن، وبالتالي عندما يعني تكون مثل هذه المادة يعني في هذا الدستور، فالجزائري يعني ما عليه إلا أن يطمئن أنه كاين جهات رسمية، كاين دولة في الضفة الأخرى من المتوسط تراقب ترعى تسخر كل الإمكانات الضرورية بشرية منها ومادية. فإذا كانت يعني في فرنسا على سبيل المثال أكثر من 18 قنصلية جزائرية أو ممثلية دبلوماسية جزائرية في فرنسا، فهذا يدل على أن الدولة الجزائرية أرادت أن تخصص في كل مقاطعة من فرنسا قنصلية لترعى لتحمي لتسهر على حقوق الجزائريين أنا في الخارج. كان هذا إحدى مطالبنا كنواب للجالية وكمجتمع مدني وكحركة جمعوية، أن تكون هذه المجموعة الوطنية فعلا جزء لا يتجزأ من المجموعة الوطنية يعني دونسون أنسامبل. وهذه الوثيقة اللي هي أسمى وثيقة اللي هي الدستور، فلم يفرط الرئيس في الجالية الجزائرية في كل مكان في العالم، وبالتالي أعطاها هذه المادة الجديدة اللي هي المادة 24 مكرر، أعطاها حقها الكامل وأعطاها العناية الكاملة، فالمواطن في الخارج كالمواطن في الداخل. في الفقرة الثانية من المادة 24 مكرر، حرص المشرع الدستوري على طمأنة الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج بضمان مساهمتهم في جهود التنمية بما يخدم مصلحة البلاد والتزام الجزائر بتوفير المناخ المناسب لذلك. هذه الفرص التي أعطيت لأبنائنا في الخارج ستسهل بدون شك وستساهم بدون شك من تقريب هؤلاء لأرضهم لوطنهم للاستثمار فيه للإقامة فيه كذلك، لأن الدولة وعدت كذلك بتخصيص نسبة من السكنات. هذه المجموعة الوطنية إيكومبخي لي بيناسيونو حتى مزدوجو الجنسية هم يعني إضافة، هم القوة الضاربة للبلد من ناحية الاقتصادية وكذلك من ناحية الجيوسياسية والدبلوماسية، ولابد من توظيف كل هذه الطاقات وهذه الكفاءات وهذه الإطارات وإعطائها الفرصة حتى يعني يكون أدائها كذلك يعني فعال وعملي في كما قلت في بناء في عملية البناء والتقويم والتحديث. اليوم الجزائر هي بحاجة لكل أبنائها وكل طاقاتها البشرية، والكل يعرف أنه عندنا طاقات يعني لباس بها يعني نوابغ من الجزائريين في المجالات العلمية والتكنولوجية اللي راهي في الخارج واللي راهي في مناصب عالية جدا. اليوم الجزائر هي أولى بأبنائها، ونضم بهذه المادة سيتم تشجيع خاصة هذه الكفاءات على دخول الجزائر والاستثمار. هذه هي المادة الجديدة تستجيب حسب المتتبعين لتطلعات الجالية الوطنية في الخارج، وتسهم بقوة الدستور في توطيد العلاقة التشاركية ودعم الجسور بين الجزائر وأبنائها حيثما كانوا. بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، يشارك الوزير الأول عبد الملك سلال غدا بأديس أبيبا في أشغال دورة 26 العادية لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي. القمة التي تحمل شعار 2015 السنة الإفريقية لحقوق الإنسان مع الأولوية لحقوق المرأة تأتي بعد اختتام أشغال الدورة 24 لمنتدى رؤساء الدول والحكومات حول الألجأ الإفريقية للتطوير والدورة 34 لاجتماع لجنة رؤساء الدول وحكومات أميباد. الوزير الأول سيكون مرفوقا بوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ربط العمامرة ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساحل. هذا وتتصدر اهتمامات القادة الأفارقة ملفات ثقيلة في ظل ما تشهده القارة من تطورات سيما الأمنية وما تعلق بحقوق الإنسان وقضايا الشباب. مفادات التلفزيون نعيم نويوات. بعين قبيل المبادر لا بعين ضعيف المنتظر،
تريد إفريقيا الدفاع عن مصالحها وحل نزاعاتها، لكن محدودية إمكانيات الاتحاد الإفريقي وقلتها أمام توسع رقعة التهديدات الإرهابية وتفاقم الوضع الإنساني يضع القادة الأفارقة أمام واقع متأزم في بؤر التوتر والنزاعات. نزاعات طول أمدها أعطى فرصة لجماعات إرهابية مختلفة ومتداخلة أن تجد موطئ قدم وتتمدد في هذه المناطق بينها ليبيا. أكثر الأزمات تعقيدا وخطورة على أمن إفريقيا بل وأوروبا التي طالتها موجة المهاجرين الأفارقة الفارين على قوارب الموت، خاصة من النساء والأطفال بعد أن فقدوا أدنى حقوقهم في العيش، حقوق اختارت قمة أديس أبابا في دورتها 26 أن تكون شعارا لها مع التركيز على المرأة كنموذج للتحديات. قمة تأتي في ظل انخفاض أسعار البترول وركود اقتصادي غير مسبوق في العالم ينذر بالأسوأ حسب الخبراء، لكن يبقى أمل التوصل إلى حلول سلمية قائما. فنجاح الوساطة الجزائرية بشمال مالي وبداية تنفيذ اتفاق الجزائر على الأرض وتوصل ليبيا لتشكيل حكومة وحدة وطنية واتفاق المناخ ونهاية الإيبولا كلها مؤشرات تبعث بالتفاؤل في القارة السمراء. تقول كواليس هذه القاعة التي ستحتضن غدا مؤتمر القمة أن مجرد اللقاء بين القادة الأفارقة سيحل مشاكل ومسائل عديدة على الطريقة الإفريقية، وهي طريقة الحوار التشاور والوساطة، حوار تلعب فيه المرأة الإفريقية دورا أساسي بالنظر إلى المكاسب التي حققتها في إطار الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. هذا وانطلقت اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبيبا أشغال قمة نيباد بمشاركة البلدان المبادرة بهذه الآلية، منها الجزائر ممثلة في وزيري الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطال عمامرة، الذي أكد أن رؤساء الدول الأعضاء في المبادرة الإفريقية قد سجلوا باعتزاز مدى مساهمة الجزائر ورئيسها عبد العزيز بوتفليقة في النهوض بالقارة الإفريقية وتنميتها. المزيد مع نعيمة نويوات. نيباد آلية اقتصادية نجحت في إنجاز مشاريع وبناءات أساسية بين الدول ثنائيا وإقليميا. اليوم وفي مرحلتها الثالثة دخلت هذه الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا في علاقات مع دول بريكس كالصين والهند لمناقشة اهتماماتها ومشاكلها، والجزائر كعضو مؤسس نفذت التزاماتها تجاه الأفارقة، وهي اليوم تلقى احتراما وترحيبا بمواقفها ورؤيتها للمستجدات. الدول التي تتابع هذه الآلية والشراكة الجديدة والرئيس بوتفليقة شخصيا، وأنا أعرفه معرفة شخصية ويتابع بنفسه. depuis très longtemps il y a beaucoup d'étudiants africains qui étudient en Algérie sur souvent des bourses algériennes et ça c'est un élément très important. quand on a installé l'université panafricaine qui a 5 instituts c'est l'Algérie abrite l'institut un institut à Tlemcen qui est l'institut de l'eau de l'énergie et avec les changements climatiques ce qui paraît donc tout à fait important. تشرفت بنقل الى الرؤساء الاعضاء في الهيئه المديره لنيباد رؤيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقه لمستقبل هذا البرنامج الجامع والطموح للقاره الافريقيه، وكذلك تحليلاته لتطورات الاوضاع الاقتصاديه في القاره الافريقيه على ضوء الاكراهات المرتبطة بتدهور أسعار المواد الخام التي تنتجها الدول الإفريقية وانهيار أسعار المحروقات التي تضرر الكثير منها، وكذلك هذه التحاليل مرتبطة بالاستحقاقات التي جمعت العالم أثناء السنة المنصرمة والتي وضعت في قلب اهتماماتها القارة الإفريقية وأفاق تنميتها. رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي وفي كلمتها الافتتاحية قالت أن إفريقيا تحتاج لنقل حقيقي إلى التكنولوجيا والمعلومات لتطوير اقتصادتها وتقويتها.
هذا وشارك وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمضان عمامرة بأديس أبيبا في اجتماع آلية التقييم من قبل النظراء إلى جانب لجنة العشرة لإصلاح منظمة الأمم المتحدة، والجلسة الافتتاحية لمجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي. أحمد أمين دريدي. جددت الجزائر دعمها للموقف الإفريقي المشترك، موقف يشكل وبصفة دورية محور النقاش بين دول الاتحاد الإفريقي في أشغال قمة الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء. اجتماع السنة جاء ليحاول من خلاله الدول الأعضاء إحداث التطابق حول مواضيع الديمقراطية، الحوكمة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية داخل القارة السمراء. ممثل رئيس الجمهورية في قمة لجنة العشرة حول إصلاح مجلس الأمن الأممي أكد على الأهمية الاستراتيجية لهذه المسألة، موضحا أن هذا الإصلاح يستدعي عملا موحدا ومنسقا للاتحاد الإفريقي، وذلك لترقية مطالب إفريقيا الشرعية والتي سترفع غدا إلى قمة الاتحاد على مستوى القادة والرؤساء. وعشية القمة جاءت مشاركة الجزائر في أشغال الجلسة الافتتاحية لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي لتبرز مجددا دورها وإسهامها في حل النزاعات داخل إفريقيا والعمل على تلبية المطالب الشرعية لبعض دول القارة بانتهاج الآليات الاستراتيجية المستحدثة عبر مختلف دورات قمم ومؤتمرات الاتحاد الإفريقي. إلى ذلك، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمضان العمامرة تحدث مع مستشارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند المكلفة بإفريقيا إيلين لوغال. اللقاء تمحور حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبوجه خاص الوضع في منطقة الساحل. L'Algérie joue un rôle essentiel puisque c'est Alger qui a été signé l'accord de paix entre le gouvernement de Bamako et les différents groupes armés du Nord. Nous avons constaté que cet accord a été mis en œuvre. Il faut que tous les amis du Mali continuent à travailler pour que toutes les parties travaillent le plus vite possible pour continuer à mettre en œuvre cet accord, parce qu'il y a toujours des groupes terroristes dans la zone qui peuvent causer des attaques. On l'a vu récemment au Burkina, et donc qu'il faut que le gouvernement du Mali et les groupes continuent d'arrache-pied à travailler pour la mise en œuvre de l'accord d'Alger. C'est de ça surtout que nous avons parlé avec le ministre Lamamra, et je crois que nous sommes vraiment sur la même longueur d'onde là-dessus. كما تحدث العمامرة مع وزيرة الشؤون الخارجية السويدية مارغو وولستروم التي أعربت عن حرص بلدها على توطيد الروابط مع الجزائر وتعزيز الحوار والتشاور السياسي بين بلدين، مشيدة بدور الجزائر البناء من أجل إحلال السلم في المنطقة. في إطار مكافحة الإرهاب، قضت اليوم مفرزة من جيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العمليات لعين الدفلة بإقليم الناحية العسكرية الأولى، قضت على 4 إرهابيين إثر عمليات بحث وتمشيط بضواحي منطقة ولاد حميدة بسوق العطاف ببلدية وجمعة بالقرب من الحدود مع إقليم ولاية المدية. العملية التي ما تزال متواصلة مكنت من استرجاع 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف و6 مخازن ذخيرة و3 قنابل يدوية ونظارتي ميدان وكمية من المؤونة وأغراض أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن الإرهابيين 4 المقضي عليهم ينتمون إلى المجموعة الإرهابية الدموية التي نفذت الاعتداء الجبان ضد أفراد الجيش الوطني الشعبي بالمنطقة نفسها مساء اليوم الأول من عيد الفطر المبارك في 17 جويلية 2015. في إطار عصرنة الإدارة وترقية أداء المرفق العمومي، افتتح المقر الجديد المقاطعة الإدارية لجانت الذي تسهر على ضمان الخدمات عبر مختلف مصالحه كفاءات شبانية محلية. يقول إبراهيم بالخير. تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتكفل الأمثل بانشغالات أقصى الجنوب، تم فتح المقر الجديد للمقاطعة الإدارية جانت بعد توفير كل الشروط الموضوعية للانطلاقة الحقيقية. وبمجرد انتهاء الأشغال الكبرى وشتل المقر ساجي واجد وشرع في العمل هذه مدة تقريبا 20 يوم. كما تم كذلك بالموازاة مع هذا الانتقال إلى هذا المقر الانتهاء من عملية تنصيب 7 مدراء منتدبين من أصل 11
يعني كلهم يعملوا على مستوى المقرات نتاعهم. وبعد التنصيب الرسمي لكل المديريات المنتدبة انطلقت العديد من المشاريع كإعادة الاعتبار للطرقات وتهيئة الأرصفة وكذا توظيف شباب وإطارات المنطقة تنفيذا لكل التعليمات الصادرة عن 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 الحكومة اللي تنص على إعطاء الأولوية المطلقة في التنظيف في التوظيف لأبناء المنطقة أبناء الولاية المنتدبة. كما تعتبر بلدية برج الحواس النائية أنموذجا حقيقيا لمبدأ تقريب الإدارة من المواطن باعتبارها أول بلدية على مستوى الولاية الأم إليزي تصدر بطاقات الهوية والرمادية التي كانت تستدعي تنقل المواطنين إلى مسافات بعيدة. رانا فرحانين أول خطرة خرجنا بطاقة رمادية في بلدية برج الحواس بكني كنا نروحوا ليزي باش نخدموا كارت غريز والحمد لله كنا مترمنا في تعب كنا نمشي من دائرة جانت المقاطعة جانت 140 كيلو واليوم الحمد لله الوثائق الرسمية كلها على مستوانا بلدية برج حواس. وبخصوص جوازات السفر البيومترية أنهت البلدية كل التجارب الخاصة باستخراجها في أقرب الأجال. وفي قطاع السكن عملية جديدة لتوزيع المساكن بصيغة الاجتماعي التساهمي تشهدها العاصمة غدا حيث تستلم أزيد من 2000 عائلة مفاتيحها عبر 8 مواقع. ربورتاج محمد أمين بوتومي. بعد التأخر المسجل في إنجاز بعض السكنات الاجتماعية التساهمية بالعاصمة دفعة أخرى من السكنات هي جاهزة تنتظر التسليم بكل من السحاول الحمامات عين البنيان الرويبة جنان سفاري الغاية دراريا والسويدانية وعليه تستفيد 2009 عائلات من سكنات مجهزة ومهيئة حسب الاتفاق بكل الضروريات وعبر المواقع الأخرى المحتضنة لورشات إنجاز سكنات الألاسبي الأشغال تسير بوتيرة متفاوتة بينما عائلات تنتظر استكمال إنجاز سكناتها ضمن هذه الصيغة. تحسبا لموسم الحج 60 وكالة للسياحة والأسفار استلمت تراخيص تنظيم حج 2016 والتي منحها اليوم بدار الإمام الديوان الوطني للحج والعمرة. وفق دفتر شروط يتضمن الخبرة والاحترافية في التكفل بالحجاج والمعتمرين. المدير العام للديوان يوسف عزوزة كشف أن الوكالات تنتقل إلى البقاع المقدسة بين 8 و18 من الشهر المقبل لتحضير ظروف الإيواء والنقل. تم تقديم وإيداء 60 دفتر شروط بالقنصلية العامة جدة الوفد التحضيري الذي سيتنقل يوم غدير إن شاء الله إلى البقاع المقدسة سيقوم بفتح العروض وأيضا معاينة الفنادق والمطاعم وبعد ذلك التفاوض وإبرام العقود. أيضا الجزائر ولله الحمد منها يعني أيضا بنت مسار إلكتروني خاص وأردت أن ترقمن العملية برمتها. وزارة الداخلية أيضا تدرس إمكانية إجراء قرعة إلكترونية في الموسم المقبل أو الذي يليه بالإضافة إلى وضع قاعدة بيانات وطنية لتسهل العملية على مختلف المتدخلين في جميع القطاعات. وري أثر اليوم جثمان والمرحوم المجاهد عبد الحفيظ ياحة بمسقط رأسه بقرية ثخليش ناثيتسوا بولاية تيزي وز وكان في استقبال جثمان الراحل أمس بمطار هواري بومدين الدولي عدد من الوزراء والشخصيات الوطنية والتاريخية على جانب عائلات الفقيد ورفقائه وأصدقائه حيث قرأت فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة. هذا وكان رئيس الجمهورية قد عز عائلة الفقيد عبد الحفيظ ياحة الذي كان قائدا في جيش التحرير الوطني معتبرا فقده خسارة كبيرة ومذكرا بأن الراحل لبى نداء الواجب الوطني في مطلع شبابه مواجها المخاطر في سبيل تحرير الوطن. إن لله وإنا إليه راجعون. في حادث مرور مروع توفي اليوم 6 أشخاص وجرح 27 آخرون إثر انقلاب حافلة بعين الحجر بسعيدة على مستوى الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين سعيدة وبشار بمنطقة تيمطلاس وهذا حسب ما أفادت به مديرية الحماية المدنية للولاية. المراسلة لبالمهدي بالمهل. لنقل المسافرين انحرفت بالطريق الوطني رقم 6 بمنعرج يؤشر على أنه خطير وهذا في حدود الساعة 7 من صبيحة اليوم. الحصيلة 6 قتلى ومن بينهم السائق الذي لفظ أنفسه بالمستشفى.
يتمثل هذا الحادث المرور في انقلاب حافلة بين هيكر لنقل المسافرين، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية في عين المكان للمصابين من طرف أطباء وعوان الحماية المدنية ونقلهم على جناح سرعة إلى المستوصف بعين الحجر والمستشفى المدني على مستوى ولاية سعيدة. قتلوا 21 كيلو من الأطراف لسعيدة، وتشوفوا مزال واحد ينزل لسعيدة ويمشي بسياسة. قلت له عندك شويه دوزي بلاصه، قال لي روح حتى سمع العياط وكذا وانا لحقت لك ما فقتش عاودك لحقت لك قد روح بالرقا. ولكن الحمد لله مشيتنا هنا الحمد لله قاموا بنا بارك الله فيهم الطاقم كاع. وقد تم التكفل بالجرحى المتفاوت الخطوره وتشكيل خليه ازمه على مستوى ديوان الولايه. سخرنا من فيما يقرب 24 طبيب متخصص وفيهم الطاقم شبه طبي، وهذا تحت يعني الحاح من السيد الوالي ولايه سعيده السي جلول بوكرابيله اللي 8-7 تاع الصباح دار خليه ازمه اللي متكونه من مدير الصحه مدير النقل ومدير الحمايه المدنيه ورئيس بلديه سعيده. اولا اجراءات اعطيت لنا بالتكفل بهم من كل الجوانب النفسيه والمعنويه والماديه. ويبقى الحذر والحيطة مطلوبين خاصة وأن حوادث المرور أصبحت تشكل أعباء. نفذت مصالح الدركية الوطني بعناب عمليات مداهمة اعتيادية لتأمين الممتلكات والأشخاص، وهذا على مستوى محطات المسافرين وبعض الأحياء الشعبية. يقول نور الدين بن عبسة: المداهمات اعتيادية يقوم بها رجال الدرك الوطني لتأمين الممتلكات والأشخاص بمحطات النقل بعنابة، عمل يبعث الطمأنينة في نفوس المسافرين. عائلة جاتنا من قلمة، رانا سقطيناها قلنا العائلة شكون نحبسوا لك سيارة ولا كش معاك تسنى في سائق يجي يديك، راني واقف معاهم حتى يجي سائق سيارة باش يديهم. فرانشمون نحسوا لا سيكوريتي توتال سيرتو كي جينا داخلين لقينا لا جوندارميري صافي بليزير فرانشمون. حق التعريف والتفتيش المضمون دستوريا يتجسد في المرافق العامة لضمان حرية التنقل عبر المواصلات لمكافحة اللصوصية الجنوح والانحراف. J'ai choisi le transport ferroviaire à la gendarmerie Demia Assaouehed. On est tranquille. الطريق الساحلي يعرف ازدحاما خلال نهاية الأسبوع، وتشكيل المراقبة لمحاور الطرقات يردع المخالفات ويحد من الجريمة. في بحر الأسبوع الماضي تم توقيف شخصين مشبوهين على متن مركبة سياحية مبحوث عنهم طبقا لأوامر عدلية، واحد منهم عنده 5 أوامر عدلية والثاني 6 أوامر عدلية، كما مكننا تشكيل هذا من توقيف مركبة خلال احتفال برأس السنة الميلادية، توقيف مركبة محملة بكمية جد معتبرة من المشروبات الكحولية بعد الاستغلال تاع السائق تاعها، تم حجز كمية تقدر ماليا بحوالي 3 ملايير سنتيم. التوغل بين الصخور والأحراش ليلا في دوريات عادية مكن من استتباب الأمن، وباتت أعالي عنابة أماكن يقتطع فيها الساهرون من العائلات لحظات آمنة. C'est un endroit où se réunissent pratiquement toutes les familles tous les jours de la semaine presque. Nous sommes bien entourés par une très très bonne sécurité. الدرك موجود، المواطن مرتاح، الأمن واضح، هذا هو اللي كنا نسعى إليه. والمناطق هذه اللي كانت عندها صبغة باللي مناطق محرمة على المواطن العادي، أنهم عندها صبغة إجرام، صبغة انحراف، أن نعطي ضمانات أن مناطق عنابة اختصاص درك وطني أنها كلها أمنة. الليل كما النهار، العمل في سدود متنقلة وتغطية جوية مصورة لرصد المخالفات المرورية وتقديم المعلومات حول تحركات مشبوهة. بنا المدينة الساحرة. في إطار حماية الحدود ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت أمس مفارز للجيش الوطني الشعبي في كل من طمرة سوعين قزام وبرج باج مختار، أوقفت 14 مهربا وضبطت 3 عربات رباعية الدفع وعشرة أجهزة كشف عن المعادن وقرابة 1.5 طن من المواد الغذائية كانت موجهة للتهريب. كما أحبط عناصر حرس الشواطئ لعنابة محاولة هجرة غير شرعية لعشرة أشخاص شرق رأس الحمرة.
فيما تم بالقطاعات العملياتية ليسوق هراس وتبسة والطرف ضبط كميات من الوقود تفوق 14500 لتر كانت موجهة للتهريب، هذا بالإضافة إلى عربتين. فيما تمكن أفراد الدرك الوطني لوهران وبالتنسيق مع الجمارك من حجز 7 حاويات معبأة بالنفايات النحاسية، فيما ضبط عناصر حرس الشواطئ 30 كيلوغراما من الكيف المعالج. اختتمت أمس الأيام الإعلامية حول سلاحي القوات الخاصة والاستطلاع والحرب الإلكترونية لقيادة القوات البرية الذي احتضنه مركز الإعلام الإقليمي بباتنا. اختتمت باستعراض لفرق الكوكسول وسط حضور جماهيري كبير، والذي اكتشف إمكانات قواتنا الخاصة وقدرتها القتالية. حزبيا، اختتمت اليوم أشغال الدورة الخامسة العادية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي وأدبي المصادقة على اللائحتين النظامية والسياسية. لو كانت المناسبة سانحة، أعلن خلالها الأمين العام بالنيابة عن تاريخ انعقاد المؤتمر الاستثنائي للحزب مايو المقبل، كما دعا مناضليه إلى تكثيف حملات التوعية والتحسيس لشرح مشروع تعديل الدستور في أوساط المواطنين. أسمها المملي. بين 5 و7 مايو المقبل سينعقد المؤتمر الاستثنائي للتجمع الوطني الديمقراطي. الموعد أعلن عنه الأمين العام بالنيابة أحمد أيحيى في ختام أشغال الدورة الخامسة العادية للحزب التي أثنى على نتائجها وعلى الجو الديمقراطي الذي ساد أشغالها، مجددا بالمناسبة دعم الأرندي لمشروع تعديل الدستور وداعيا مناضليه إلى تكثيف الحملات التحسيسية لشرح مضامين هذه الوثيقة للمواطنين وقطع الطريق أمام المشككين. بالأمس مجلس الدستوري خرج قرار معناه المشروع يمشي البرلمان من على 15 يوم على 20 يوم الله أعلم يصبح دستور إن شاء الله. يبقى يحتاج إلى الشرح، يبقى يحتاج إلى التفسير، يبقى يحتاج إلى التوعية. لأننا نبقى نسمع الناس اللي يقولوا رافضينه. غرائب الديمقراطية في الجزائر أن الناس ترفض الاعتراف برئيس انتخبه الشعب، وقادرة غدوة ترفض دستور يصبح إن شاء الله دستور بما على المواد تاع الدستور نتنص على التعديل. إذن نحتاج تعبئة أو تفسير، نحتاج تعبئة أو تفسير كذلك يوميا في الميدان لتحسيس المواطن على الوقائع الاقتصادية والاجتماعية. اليوم نحتاج حاجة فقط، نحتاج نوصل كلمة الخير، نحتاج نشرح المواطن، ما نخلوش الخلاطين اللي يدوروا هنا ولا هناك باش يغضبوا المواطن وباش يقولوا نستنى الدولة تنهار. وكانت الجلسة الختامية لهذه الدورة قد تميزت بقراءة اللائحتين النظامية والسياسية والمصادقة عليهما بالإجماع، حيث تقرر بموجب اللائحة النظامية إنشاء لجنة وطنية مكلفة بتحضير المؤتمر الاستثنائي والتي عقدت أول اجتماعها اليوم. أشرف رئيس حزب جبهة التغيير عبد المجيد بن نصر على افتتاح الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني، حيث أكد ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمواجهة مختلف الرهانات. دعوت الحكومة لحوار اقتصادي اجتماعي مع الشركاء السياسيين والشركاء الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين رباعية، ناقش الوضع الحقيقي بنيت الوصول إلى توافق على برنامج إنقاذ اقتصادي في هذه المرحلة الصعبة. ونوصل المرحلة هذه ما يعودش المعارض معارض في السلطة في السلطة والنقابة نقابة والرجل الأعمال رجل الأعمال، يصبحوا كلهم شركاء في وطن واحد، يهمهم الحاضر، يهمهم المستقبل، يهمهم مصلحة البلاد، فيتوافقوا على برنامج معين. أدانت الجزائر الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم مسجد الإمام الرضا بمدينة الأحساء بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة ضرورة التصدي بفعالية لآفة الإرهاب.
وإذ تتقدم الجزائر بخالص تعازي لأسر الضحايا الأبرياء تعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب السعودي وحكومته أمام هذا العمل الإجرامي الجبان الذي يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار هذا البلد الشقيق، مجددة الإدانة والشجب للإرهاب بكل أشكاله وصوره. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري إلى 4 قتلى و18 جريحا. وحسب بيان الداخلية السعودية، التفجير وقع عندما حاول انتحاريان الدخول إلى مسجد الرضا بحي محاسن بمحافظة الأحساء أثناء أداء صلاة الجمعة، حيث اعترضتهما قوات الأمن فبادر أحدهما بتفجير نفسه بمدخل المسجد، فيما تم تبادل إطلاق النار مع الانتحاري الآخر الذي أصيب وتم القضاء عليه وبحوزته حزام ناسف. في الشأن الصحراوي، أعرب الرئيس محمد عبد العزيز في رسالة وجهها إلى الأمين الأممي بان كي مون أعرب عن قلقه إزاء تصاعد وتيرة الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان الصحراوي والقمع المتواصل للحركة الاحتجاجية السلمية الرافضة لواقع الاحتلال المغربي في الأراضي الصحراوية المحتلة، داعيا الأمم المتحدة للإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات. دوليا أيضا، بدأ المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا المحادثات مع وفد الحكومة السورية برئاسة المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في إطار مفاوضات جنيف حول الأزمة السورية. تنعقد المحادثات هاته في غياب وفد المعارضة السورية التي رفضت المشاركة في المفاوضات بحجة عدم تلبية مطالبها الإنسانية. أما في اليمن، فارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف بوابة القصر الرئاسي في محافظة عدن، ارتفع إلى 11 قتيلا و25 جريحا. من جهة أخرى، لقي 16 مسلحا من ميليشيات الحوثيين مصرعهم، وصب العشرات بجراح في اشتباكات بمحافظة تعز. في نيجيريا، لقي ما لا يقل عن 18 شخصا مصرعهم في تفجير انتحاري استهدف سوقا شعبية بمنطقة أداماوا شمال شرق نيجيريا. في الرياضة، وكما تبعت من هزم حامل لقب المنتخب الوطني لكرة اليد الرجال انهزم أمام نظره التونسي ب18 إصابة مقابل 27 اليوم بالقاهرة، هذا ضمن دور نصف النهائي من كأس إفريقيا للأمم لكرة اليد. هذا وسيواجه غدا المنتخب الوطني، سيواجه المنهزمة في مباراة مصر وأنغولا بحثا عن المركز الثالث المؤهل لمونديال فرنسا 2017. في كرة القدم، جريت اليوم مباراتان مقدمتان عن الجولة 18 للمحترف الأول، فيما تستكمل غدا باقي المباريات وفق البرنامج التالي. أما المحترف الثاني فجاءت النتائج كاملة على النحو التالي. كما هو معلوم، تختلف أنواع الرياضات ويبقى القاسم المشترك البحث عن اللياقة البدنية والترويح عن النفس في الوقت نفسه، فهناك من يهوى ركوب الخيل وفي المقابل يفضل آخرون ركوب الدراجات، تقول ليلى محمد محدود. هو سحر الطبيعة الذي يشدك إليها في كل مرة تجد فيها نفسك تبحث عن هواء منعش ونقي. قد تختلف الوسيلة لكن الغاية واحدة، هي القضاء على التوتر والاكتئاب من جهة، والعمل على تعزيز الثقة بالنفس والقدرة على التحمل من جهة أخرى. الرياضة هذه أعطتني بزاف نشاط، أعطتني بزاف عاونتني في الصحة ديالي، سورتو باش نديستريسي على القراية، على السبور تاعنا اللي ندير على ناطاسيون. لا بيسين سي ان انفيرونمون فيرمي كوندونسي، مي كونت اون في دون لا فوري اون ليب سون دوكسيجين. الدراجة ليست فقط وسيلة ممتازة لإنقاص الوزن غير المرغوب فيه، لأنها وبكل بساطة تجعل نبضات القلب ثابتة، كما تساعد على تنشيط الأوعية الدموية. تيري إكزيست
وينعكس عليك في الحياه اليوميه. كيما انا نخدم الخدمه تاعي نخدمها بوقف، نخدم كوم موديليست في, 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 في الاخر سكيل فيه نوقف تويتر نورمال. الدراجة في الهواء الطلق رياضة تجدد الروح وتزيح هموم الحياة اليومية. هذا عن هي الرياضة، أما قراءة القرآن فهي المصدر الأول لثبات الشخصية. الزوايا والمدارس القرآنية على مر الزمن كانت وما زالت منارة لتلقين القرآن الكريم وعلوم الدين. وجهتنا في ختام النشرة مدرسة الشيخ الحاج حسن بأضرار، ودليلنا منصور صباح. مدرسة الشيخ الحاج حسان بأنزجمير ولاية أدرار منارة علمية لحفظة القرآن الكريم منذ عشرات السنين. هنا من هذا المكان تخرج مئات حملة كتاب الله تعالى من داخل البلاد وخارجها. تخرج على يد سيدي الشيخ حسان مئات طلبة والحمد لله رب العالمين منذ تأسيس هذه المدرسة في 1977، والحمد لله رب العالمين تدرس القرآن الكريم والعلوم الشرعية من تفسير وفقه وعقيدة ونحو وصرف وسيرة. بالقلم واللوح والقراءة الجماعية تتميز طريقة التعليم القرآن في هذه المدرسة. ومن معين القرآن وأصول الشريعة والفقه ينهل طلبة هذه المدرسة على نهج الوسطية والاعتدال. منهجها منهج السلف الصالح، خالية من الغلو وخالية من التطرف وخالية من الدروشة. طريقة اللوحة والطريقة الجماعية لها فوائد كثيرة، يعني الطريقة مجربة. أنا قلت لك تخرج منها كثير من المشايخ بعد الطريقة. ندرس مع القرآن العلوم الشرعية، يعني مثل متن ابن عاشر و متن التجويد ومتن ورسم القرآن. ساعدت هذه الدروس ومزاولتها عند الشيخ كثيرا في الدراسات الجامعية والبحوث وحضور محاضرات وملتقيات. فمن حصل أو من درس في هذه في مثل هذه المدرسة لا يصعب عليه شيء في الجامعات. وللزوايا والمدارس القرآنية بأضرار عامة إسهام كبير في إعداد الحفظة وإعمار بيوت الله. ومدرسة الشيخ الحاج حسان مثال يحتاج الدعم والإسناد لدورها في الحفاظ على المرجعية الدينية وهويتنا الوطنية. وكتاب الله خير ما يتلى وما يقال. إلى تذكير بأبرز العناوين. مشروع مراجعة الدستور في آخر مرحلة بعد تعليل المجلس الدستوري، ومختصون يؤكدون أن الخطوة الموالية ستكون إلى البرلمان. في النشرة رصدنا مواقف الأحزاب السياسية. بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الوزير الأول غدا بأديس أبيبا للمشاركة في أشغال الدورة العادية 26 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي. العمامرة يؤكد أن رؤساء الدول الأعضاء في قمة النيباد قد سجلوا باعتزاز مدى مساهمة الجزائر ورئيسها عبد العزيز بوتفليقة في النهوض بالقارة السمراء وتنميتها. القضاء على 4 إرهابيين إثر عملية نوعية للجيش الوطني الشعبي بمنطقة ولد حميدة بعين الدفلة. تطويرا للخدمة العمومية فتح المقر الجديد للمقاطعة الإدارية جونيت. وكما تبعتم في النشرة في قطاع السكن أزيد من 2000 عائلة تستلم مفاتيح مساكنها الجديدة غدا عبر 8 مواقع بالعاصمة. أخبارنا تمت، برامجنا مستمرة في أمان الله.